أكيد اليوم إحنا في زمن توبة، نحتاج أن نتأمل عميقا بالكلام أكثر من ما نضيع بغير أمور. اليوم تصوروا سبع أشخاص، سبع تلاميذ في قارب، وذول السبعة هم مؤسسين الكنيسة إذا تعرفوهم، اللي هو سمعان بطرس اللي أسس أكيد في اليهودية عمل وأسس الكنيسة في روما، توما اللي أسس الكنيسة في إيران بلاد فارس وأسسها في بين النهرين يمنى بالعراق وأسس الكنيسة في الهند، وأخيرا كتلو سبع جنود بسبع رماح في قلبه. نثنائيل اللي هو برتلماوس اللي هو بشر كنيسة أرمينيا. كل واحد انطلق بعد عماد الروح القدس بالعنصرة، كل واحد راح المكان ويبشر. هذولا عظماء، ولكن شوفوا اليوم ايش قد خايبين بالقارب، ما صادوا شيء. وبعدين يجيهم منه؟ يجيهم يعقوب ويوحنا، يعقوب اللي هو أول رسول شهيد في أعمال الرسل، وأيضا يوحنا اللي تبهذل ونفي في جزيرة بطمس وغيرها تأذى من أجل الكلمة، واثنين آخرين يقول يوحنا شو يريد يوصلنا؟ يوحنا يريد يوصلنا إلى هذول أهم عناصر الكنيسة المبشرة، وهذول الاثنين يكملون العدد اللي هو سبعة اللي هو رقم الكمال، يعني هذول السبع أشخاص يعني هذول يعبرون عن كنيسة كاملة. بس كنيسة ما قدرت تصيد شيء، لأنه الليل عمى شباكها، والليل يخوف أخوتي وأخواتي. والكنيسة هي ما بس رؤساء، الكنيسة أيضا مؤمنين، شباكهم مزروفة، تجي السمكة وتشرد من غير صفحة، لأنه شباك مو قوية، شباك مؤسسة على كذب وعلى وهم الذات. اليوم يسوع يريد يدعونا إلى شباك قوية اللي هي شباك النعمة، ولهذا دائما النعمة اللي تكون شبيها تكون عن طريق الإذن. سمعوني، ألقوا بشباككم على جهة اليمين وراح تعرفون شقد راح تصيدون. يا شباب، يا أصدقائي، الصداقة مع المسيح القائم أخوتي وأخواتي. إذا تجي أنت تصادق العالم وتجي للكنيسة راح تنزعج، ما راح تسمع الكلمة. يمكن تسمع الكلمة، يمكن تسمع الكرازة بس تريد تقوم. ديروا بالكم من الشيطان. أباء الكنيسة الأوائل يقولون اللي يتثاوب بالكنيسة هذا ممسوس، اللي ينام بالكنيسة ممسوس، اللي يضوج من كلمة الله ممسوس. والمس أخوتي وأخواتي إنه يحضر الشيطان بدون ما تدري، هم ليل، ليل الوعي، ليل الحواس. بس ركزوا على يوحنا الصليب، جان دي لاكروا يقول ليل الروح تقدر تلقي بي يسوع. كل ما اشتد الليل كل ما صار عندك دعوة وفرصة أنه تلقي يسوع. كل ما اشتد ليل الأنا راح تنام بكل مكان حتى وانت تصلي. ولهذا أخوتي وأخواتي يسوع ما يحتاج صلواتكم. يسوع مو تصلوا له يفرح فوق، هي فرح تصلوا لي. هذا شعور بالسيطرة موجود هنانا، بس فوق يسوع يسر بالشعور وبالحالة اللي ترافق الصلاة، مو الصلاة نفسها. تقول هللويا، تقول هللويا، شنو هللويا؟ هللويا يعني فرح النفس. شوف ايش قد حلو، ريح نفش، نفش يعني شنو؟ ريح الله دخلت بخشمك، وأدخل الله في أنف آدم شنو؟ النفاش، الروح الطيبة الإيجابية، وأنتوا لازم تكونوا إيجابيين وطيبين. كاتب سفر الجامعة في الإصحاح الثاني الآية 17 والآية 22 يقول، شوفوا بقى ايش يقول، هو يقولون سليمان كتبه، سليمان بالأخير بعد ما تزوج أو بعد ما أخذ ألف مرة جوا إيده وطلب الحكمة أول شيء من الله، وانتهى بالشهوات وبالسياسات وغيرها، خربط.
بعدين بالأخير راح كتب سفر الجامعة قوهلت. شو يقول؟ يقول باع الجملة هاي، أتمنى هيك بس ركزوا على، قال أي با لقد كرهت حياتي، كرهت العمل تحت هذه الشمس، فلم أجني سوى قبض ريح. واليوم من تموت أنت وأنا أروح أصلي على قبرك، أباوع عليك مخلين صورتك وينك، صورة بالبيت وعليها شريط أسود. هذا يم الله ماكو شريط أسود، يم البشر يم الله شريط أبيض، لأنه أنت بد ما تموت. ففكروا دائما أخوتي وأخواتي، هذه الحياة كلها هي بحر من النعم، بس جوه. وقال يسوع البطرس ألقي بشباكك في العمق، وما فهم بطرس ورا القيامة، قال له يا أخي ألقيها على الجانب الأيمن، بين العمق والجانب الأيمن أكو خلاص. بس فكروا بيها، ما مسألة قداس، ما مسألة كنيسة، مسألة أنت روحك هللويا وينها، سمي قول هللويا، بس هذا هو القداس. قداس غير شيء، ماين هذه هللويا، هللويا انطيتنا الذبيحة، انطيتنا المحبة، انطيتنا النعمة، انطيتنا الإيمان، باقي كلها تزاد لنا. هذا هو بر يسوع وملكوته. فأخوتي وأخواتي اليوم مدعوين نصعد على القارب ونقول للتلاميذ، أنتوا يمكن في وقت من أوقات ما اصطادتوا شيء، بس إحنا عرفنا يسوع، وإحنا دناخذ يسوع كل أحد، فإحنا راح نقدر أنه نصيد. هاي الإيجابية أخوتي وأخواتي في زمن الخلاص. خلينا نصلي من أجل خلاصنا ومن أجل خلاص عوائلنا، وحتى هذا القربان ينطينا إمكانية أنه نعيد تاريخنا مع يسوع. لحظات صمت.